هذا الفيديو بالتعاون مع مبادرة عطائي. أهلا بكم بمطبخ بسمتي. نصيحتنا لليوم كيف ننظف لوح تقطيع بأسهل طريقة. لوح التقطيع بيتعرض لكتير أنواع من الجراثيم، فضروري ننظفه ونعقمه بنفس الوقت. لهالعملية رح نستعمل ملح خشن وليمون. رح نرش كمية من الملح فوق لوح التقطيع ونفرك بنص ليمونة بشكل جيد. باستخدام منديل رطب رح نتخلص عن كل الملح، وهيك صار عنا لوح تقطيع نظيف ومعقم. إذا عجبتكم هالنصيحة لايك وشير، وتابعونا الأسبوع المقبل لنصيحة جديدة.